الرهن في منه حلال وفي منه حرام. الحرام مثلا تدفع $5,000 فرضا وتاخذ بيت رهن بس يرجع لك مالك ترجع له البيت. الحرام انه انت تقعد بالبيت وتنتفع فيه، لانه كل قرض جر نفعا فهو ربا، انت حصل لك منفعة من ورا دينك. اما الحلال بتدين شخص فرضا $1,000 واعطاك بقرة رهن وانت عم تشرب حليب البقرة، فبيجوز لانه انت رح تجيب لها علف، واذا ما جبت لها علف رح تموت البقرة، فالحليب مقابل العلف. وكمان اذا اعطاك حصان ركبته فبيجوز لأنه أنت رح تعلفه، والركوب مقابل العلف. النبي في البخاري قال الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. أما إذا كانت سيارة فما بيجوز لأنه مو مثل الحيوان، الحيوان بده علف رح يموت. هذا والله أعلم. سلام يا جماعة. في ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي مسألة السرقة. فرضا عامل عم يدور على شغل، فلما اشتغل واتفق مع صاحب العمل على أجرته الشهرية اللي هي $500 فرضا، بعد فترة العامل بتجي أفكار انه راتبه قليل وانه صاحب العمل عم ياكل حقه، ولوين ما راح بيعطوه 700 بدل 500، فبيصير بيسرق 200 بحجة انه هو يستاهل وهذا حقه. يا أخي العامل، هاي سرقة كبيرة من الكبائر، ما عجبتك الأجرة دور على شغل غيره، لأنه الحجج يلي أنت عم تواسي حالك فيها ما بتحل الحرام. المسألة الثانية مسألة أخذ الحق بالقوة. ففرضا عامل عم يشتغل عند شخص وأكل حقه، فمن العلماء من يجوز مسألة الظفر بالحق، يعني بتاخذ حقك بالحيلة أو بالقوة بشرط يكون حقك 100% بدون تردد وبدون أدنى شبهة. قال الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. المسألة الثالثة هي مسألة الجمعية، يعني 10 أشخاص يشتركوا مع بعض، كل واحد يدفع 10 وياخدها شخص كل شهر 100، يعني بالنهاية تدفع 100 وتاخدها 100، لا فيها لا زيادة ولا ربا. ما عندي أي مانع يمنع، هي من باب التعاون على البر والتقوى وما فيها أي إثم. يعني وين المانع؟ أنا دفعت 100 وبعدين أخدتها 100 ويسرت أمور غيري. ويلي عم يقول أنه هي حرام بناء أنه في شخص ياخذها أول شيء وفيها نفع، يا أخي هو أخذها عن طريق القرعة، والقرعة جائزة. قال الله فساهم فكان من المدحضين. قال الله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يا أخي هاي مانو حديث، هي قاعدة صحيحة عند أهل العلم، يعني دفع 100 وأخذها 100 بالأول وبالآخر هي 100، ما فيها لا زيادة ولا نقصان. قال النبي في صحيح البخاري إن أعظم المسلمين جرما أن يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا والله أعلم. سلام. أنواع الماء في القرآن الكريم. أول نوع هو ماء الأرض اللي ينزل من السماء ويستقر في الأرض. قال الله جل جلاله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. النوع الثاني هو الماء الطهور، هو عذب طيب. قال الله جل جلاله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء الثالث هو الشرب. قال الله جل جلاله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. والماء المبارك يعني يحيي الأرض وينبت الزرع. قال الله جل جلاله ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الماء المنهمر هو اللي صب صب اللي بقوة يجي فيهلك الزرع، هون يهلك الزرع. قال الله جل جلاله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الماء المعين هو اللي يسهل الحصول عليه بسرعة طالعه. قال الله جل جلاله فمن يأتيكم بماء معين. والماء الغور هو اللي فات بالأرض وما عاد تقدر تطالعه. قال الله جل جلاله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، مين راح يجيب لك يا إذا أصبح. الماء الغدق هو الماء الوفير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني وفيرة. الماء الفرات هو ماء طيب شديد العذوبة. قال الله جل جلاله وأسقيناكم ماء فراتا. الماء الأجاج هو مالح شديد، يعني ما بتقدر تشربه، ماء كتير مالح. قال الله جل جلاله لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والماء الينابيع والأنهار، هذا الماء الينابيع الله سبحانه وتعالى ينزله من السحاب فيمشي في الأرض فيشكل أنابيع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع. أما الماء الثجاج هو اللي ينزل من السحاب، فقال الله أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أما الماء الدافق هو ماء الرجل، خلق من ماء دافق
والماء المهين هو الضعيف الحقير، الماء الرجل أيضا. قال الله جل جاء ألم نخلقكم من ماء مهين، فما حد لا حدا يشوف حاله. أما الماء السلسبيل، الماء السلسبيل هو ينبوع في الجنة في سلاسة وسهولة، يمرق بالحلق. قال الله عينا فيها تسمى سلسبيلا. أما الماء المسكوب أيضا في الجنة لأصحاب اليمين، الله سبحانه وتعالى قال وظل ممدود وماء مسكوب. أما الماء غير آسن يعني مو متغير طعمته وخالي من الملوثات، كمان في الجنة. قال الله جل جلاله فيها أنهار من ماء غير آسن. والماء الصديد هو القيح تبع أهل جهنم. قال الله جل جلاله ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. أما الماء المهل هو القطران أو المذاب من المعدن، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. طيب شو دخل الوجه؟ لما أنت تقرب شيء على وجهك من شدة الحرارة يسقط الوجه، يا لطيف. أما الماء الحميم هو يغلي حار ساخن. قال وسقوا ماء حميما فقطع معاهم. سلام عليكم. هل يجوز قراءة القرآن وأنا لا أفهم معانيه؟ نعم يجوز. هل يجوز ترديد القرآن مع القارئ خارج الصلاة؟ نعم يجوز. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بدون حجاب في البيت؟ نعم يجوز. هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ نعم يجوز. هل يجوز قراءة القرآن وأنا مستلق على ظهري؟ نعم يجوز. هل يجوز قراءة القرآن بدون تجويد؟ نعم يجوز. هل يجوز حمل الجوال لقراءة القرآن في قيام الليل؟ نعم يجوز. هل يجوز تشغيل القرآن قبل النوم وأحيانا أنام؟ نعم يجوز. هل يجوز فقط الاستماع للقرآن حتى يكون لي أجر؟ نعم يجوز. هل يجوز إكمال قراءة القرآن ولم أسجد سجدة التلاوة؟ نعم يجوز. هل يجوز إكمال ختمة القرآن بعدين من برنامج على الجوال؟ نعم يجوز. هل يجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟ نعم يجوز. هل يجوز قراءة القرآن وعندي بعض الأخطاء لأتعلم؟ نعم يجوز. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بصوت عال في البيت ولا يسمعه أحد؟ نعم يجوز. هل يجوز قراءة صفحة من القرآن حتى لا أكون هاجرا للقرآن؟ نعم يجوز. هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز. هل يجوز للرجل الجنب قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز. وهذا مذهب الظاهرية وبعض السلف، واختاره البخاري والطبري وابن المنذر والشوكاني. هذا والله أعلم. سلام. مات وله أم وأب وأخوة، الأم لها السدس، الأب له الباقي، الأخوة ما بيطلع لهم شيء. ماتت ولها زوج وأخ وأختين، الزوج له النصف والباقي للأخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها كلالة. مات الجد، هل الأحفاد يرثون من الجد؟ إذا الأحفاد مات أبوهم بحياة الجد ما بيطلع لهم شيء، لأنه الأعمام يحجبون إلا إذا أوصل الجد. وبعدين ما في دليل على الوصية الواجبة. مات وله أخوة من الأم، أخوة أشقاء، أخوة من الأب. الأخوة من الأم لهم الثلث، ذكرهم كأنثاهم لأنه كلالة، والإخوة الأشقاء لهم الباقي، للذكر كحظ الأنثيين، والأخوة من الأب ما بيطلع لهم شيء. مات وله زوجة وبنت وأم وأب وأخوة، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والأم لها السدس والأب له السدس. الزوجة لها الثمن يعني 3 على 24، البنت لها النصف يعني 12 على 24، الأم لها السدس يعني 4 على 24، والأب له السدس يعني 4 على 24، المجموع يساوي 23 على 24. يزيد عندنا جزء اللي هو 1 على 24، هذا الجزء يأخذه الأب بالتعصب. ماتت ولها زوج وأم وأخوة، الزوج هون له النصف والأم لها السدس والأخوة الباقي. ماتت ولها زوج وابنة وأبوين، الزوج له الربع لأنه عنده بنت مو النصف، هون أخذ النصف لأنه ما عنده أولاد، هون عنده أولاد، فعنده ابنة تأخذ النصف والأبوين لكل واحد منهم السدس. المسألة راح تزيد عن 24، فهون راح نقسمها على 26 مو مثل هون. مات وله أخت شقيقة وأبناء أخ ذكور وإناث، الأخت الشقيقة لها النصف والباقي للأبناء الأخ. مات وله زوجة وثلاث بنات وأخوة أشقاء وأخوة من الأب، الزوجة هون لها الثمن وثلاث بنات لهما الثلثان والأخوة الأشقاء لهم الباقي، أما أخوة من الأب ما بيطلع لهم شيء. الزوجة لها الثمن اللي هو 3 على 24، والثلثان هن 16 على 24، المجموع 19 على 24، الباقي هو 5 على 24 لأخوة أشقاء. مات وله زوجة وأبناء ذكور وإناث وأم، الأم لها السدس والزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا والله أعلم. سلام عليكم.
صليت بدون إقامة الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ولم أقرأ دعاء الاستفتاح، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ولم أقرأ بعد الفاتحة، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ولم أسبح في الركوع، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، وهذا قول الجمهور بخلاف الحنابلة. صليت ونسيت قول سمع الله لمن حمده، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ولم أقنت في الفجر، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ونسيت التشهد الأوسط، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ونسيت تكبيرات الانتقال، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، وهذا قول الجمهور. صليت وأنا مسدل اليدين، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ولم أسبح في السجود، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، وهذا قول الجمهور. صليت ولم أرفع يدي، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ونسيت الدعاء بين السجدتين، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، وهذا قول الجمهور بخلاف الحنابلة. صليت ولم أرفع السبابة في التشهد، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت وكنت مغمض العينين، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة مع الكراهة. صليت وتركت التورك والافتراش، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. صليت ولم أسلم السلام الثاني، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة الصحيحة، وهذا قول الجمهور. صليت ونسيت سجود السهو، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. هذا والله أعلم. سلام عليكم يا جماعة. في امرأة جاءت لعند النبي، طبعا هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قالت يا رسول الله إن لي زوجا ولي ضره، وإني أتشبع من زوجي، أقول أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب، يعني تكذب على ضرتها. فقال النبي المتشبع بما لم يعطى كلا يلبس ثوبي زور، مثل يلي يلبس ثوبي مستعارين ويتظاهر ان اله وهن عيره. فاتمنى تنتبهوا لمسألة يا جماعة، عند كتب الكتاب مثلا يطلبوا مهر 50 غرام ذهب، ابو البنت يقول سجل بالاوراق 200 غرام، هيك قدام الناس هو حبر على ورق. يا اخي لا حدا يرضى يا جماعة، لانه يمكن عند الطلاق البنت تطلب 200 غرام، او عند الخلع الزوج يطلب اكتر مما دفع. فانتبه. هذا والله أعلم. سلام عليكم جماعة. المرأة لما تفتح بث وتطلع اليوتيوب أو الفيسبوك أو التيك توك بحجة أنه هي تنصح أو تقرأ القرآن، والله يمكن هالشي يسبب مفسدة، والله لا يحب الفساد. يعني يجي شخص في قلبه مرض يفتتن بصوته أو شكله. نعم أنه صوت المرأة هو ليس بعورة، بس الأفضل للمرأة الصالحة أنه تقعد ببيتها تنصح صديقاتها وتعلم أهلها وتقرأ القرآن لأولادها وزوجها، والله رح يرزقك سواء بالبث ولا بدون بث. ما بظن انه في رجل غيور على عرضه انه يسمح لزوجته او اخته تطلع البثوث قدام الرجال وتسمع كلام او تسمع تعليق سخيف من شخص سخيف ما بيلق فيها. والله الاولى للمرأة الصالحة تتأسى بنساء النبي. قال الله وقرنا في بيوتكن، هذا البيت بيتك، ستر وصون الك. قال الله ولا تخرجوهن من بيوتهن، يعني البيت بيتك، فنصيحة خليكي ببيتك. ملاحظة، انا ما عم اقول انه المرأة لا تتعلم، بالعكس خليها تتعلم بدون فتنة وتطلع دكتورة نسائية والمسلمين يبعثوا نسوان لعندها أفضل ما يبعثوها لعن ذكر. بس مسألة هالبثوث والله قد تحدث مفسدة. هذا والله أعلم. سلام يا جماعة. هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ في قولين للصحابة، القول الأول هو قول ابن مسعود قال أنه ينقض الوضوء لقول الله أو لامستم النساء، ففسرها على أي لمسة بقصد أو بغير قصد. القول الثاني هو قول ابن عباس قال أنه لا ينقض الوضوء، والدليل أن عائشة مست قدم النبي وهو يصلي فلم يخرج من صلاته، وابن عباس فسر قوله تعالى أو لامستم على أنه المراد به الجماع. هذا والله أعلم. سلام عليكم يا جماعة. من فضائل الوضوء الخطايا تبعك تروح، لأن النبي في صحيح مسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الوضوء علامة إيمان، لأن النبي قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الطهارة والوضوء نص الإيمان، لأن النبي في صحيح مسلم قال الطهور شطر الإيمان. الوضوء سبب في محبة الله لك، لأن الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الوضوء سبب حتى تنفك عنك العقدة الثانية يلي يربطها الشيطان لما أنت تنام، وهذا في البخاري. الوضوء سبب لتتزين بالجنة باللؤلؤ والذهب، وهذا في صحيح مسلم. النبي قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الوضوء سبب ليكون وجهك وإيدك ورجليك بيض يوم القيامة، لأن النبي في صحيح البخاري قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الوضوء سبب لينصرف عنا
يغرنك الشيطان. وهذا في الصحيحين البخاري ومسلم. قال النبي: إذا قام أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الوضوء سبب لرفع الدرجات يوم القيامة، لأن النبي قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، منها إسباغ الوضوء على المكاره. الوضوء والصلاة سبب لمغفرة ما تقدم من ذنبك، لأن النبي في صحيح مسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء والشهادتين سبب لتتفتح لك أبواب الجنة الثمانية، لأن النبي في صحيح مسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل أيها شاء. هذا والله أعلم. يا أخنا سألتك عن قبل بحكم تحديد اللحية أفدتني، لكن ما حكم الشعر اللي تحت العينين؟ بارك الله فيك. الشعر الذي يكون تحت العين إذا ما كان من أصل اللحية فيجوز إزالته، إذا كان من شعر الخد ما كان من شعر أصل اللحية فالأمر فيه متحمل. أستاذي الشعر كمان اللي بين الحاجبين، بارك الله فيك. الحاجبين حرام، الشعر الذي يكون بين الحاجبين لأنه تبع للحاجبين فحرام ولا يجوز والله أعلم. أخ رضوان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مش بقدر أنزل على ركبتيني وأنا في الركوع، يعني بعد يعني عشان أنزل السجود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، إذا ما استطعت على الركبتين فيجوز على اليدين والأمر فيها متحمل، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوية أثناء السجود هل ينزل على ركبتيه أم على يديه، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق فيها ضعف ومقال، أصحها سندا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أثناء الهوية للسجود كان يهوي على ركبتيه، فإذا ما استطعت الهوية على الركبتين فبإمكانكم تنزل على اليدين والصلاة صحيحة في كلا الأمرين والله أعلم. قال النبي: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. المهيب تفضل. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أيمن، أنا عندي سؤال بخصوص المرأة التي تخرج بدون إذن، العفو مو بدون إذن، بدون محرم، هل يجوز لها مثلا تروح للكافيهات أو المطاعم مع بنت أخرى صديقة إلها أو كذا؟ الحمد لله، شرعا يجوز أم لا؟ على رسول الله وبعد، فأنا أختصر أو أفترض سؤالا من عقلي، هل يجوز للمرأة إذا مو سفرة؟ أما السفر لا يجوز، لأن النبي قال: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. بالسفر وجب المحرم، أما إذا كانت ضمن المدينة وما كان في فتنة فالأمر فيها متحمل، يعني إذا راحت مثلا مع صاحبتها لمطعم، هذا المطعم يكون خاص مثلا للنساء، ما يكون فيه اختلاط بالشباب وما يكون فيه نظر وما يكون فيه فتنة. لا عام يا شيخ. حبيبي. لا عام لا 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 تفعل، لا تفعل، لأنه قد سبب فتنة أو فساد والله لا يحب الفساد والله أعلم. جزيل الشكر شيخ، ممنون منك، بارك الله بك. بارك الله. السلام. السلام. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلة الرحم، إذا بدي أصل الرحم راح تؤدي إلى معصية، فهل أصل هذا الرحم أو أقطعه؟ والله يا أخي إذا تزاحمت علينا المفاسد فنختار أخفها والله أعلم. شكرا. ولكم تفضل يا أبو ملاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله يا سيدنا، كيفك؟ إن شاء الله بخير. لله الحمد والشكر، الحمد لله في نعم، تفضل. بارك الله فيك سيدنا. في عندي مسألتين الله يكرمك. أول شغلة بالنسبة لموضوع الطلاق، بس تحملني شوي الله يجزاك الخير. طبعا أنا دايما بحضر بثك الله يجزاك الخير وبارك فيك. بالنسبة للطلاق، أنت بتقول أو الأحاديث اللي بتقول: أما إني لا أطيقه. فهون الموضوع يعني سيدنا عفوا منك، أنه مثلا أي مرأة ما بدها زوجها بتقدر تطلب الطلاق، هيك بخرب المجتمع يا سيدنا، فما في شيء نبني عليه الأساس. يعني لحظة أنا أسألك سؤال، امرأة ما حبت زوجها شو تقول لها؟ قل لها اقتلي نفسك خلاص، يعني تظلم نفسها وتظلم زوجها أو ترتكب الكبائر وتمتنع عن فراش زوجها أفضل، ولا تطلب الطلاق أفضل؟
يا سيدنا طيب لحظة شوي، إذا كان زوجها هو ما يعصي الله وإلى آخره وكذا، ولكن هي فقط ما حبته، يعني هيك يعني مثلا ممكن زوجها ما راح يكون أحسن من ثابت بن قيس، صحابي جليل خطيب النبي مبشر بالجنة، وما هيك ذميم الخلقة كان، ما هيك زوجته ما حبته، ما حبته، النبي ما قال لا إلا بدك تضلي معه، لا. ما بعرف، يلا خير ان شاء الله. لا لا المسألة شو ما الثانية تعرف، الله، أنا أسألك سؤال يا حبيبي، أسألك سؤال، انا امرأة ما اقتنعت متزوجة. لحظة يا سيدي، عفوا ما يهمني أنا قناعتك، ما تهمني أنا، يهمني الدين، الدين فوق قناعتي الدين على وقناعتك. راسي. نعم يا لحظة سيدي، الله بس هيك يبارك فيك، بصير، في بس أمور، هيك بصير تفريق للعائلات يا سيدنا. يا حبيبي أنا أسألك سؤال، أختك ولا أختي اتزوجت واحد ظلت عنده مثلا سبحان الله ما حبته، والمحبة القلبية بيد الله، قالت بلكي أحبه سبحان الله، بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة ما حبته، تمتنع عن فراشه، ترتكب كبيرة وتظلم نفسها وتظلم زوجها أفضل، ولا تطلب الطلاق أفضل؟ لا أكيد تطلب الطلاق. خلاص هذا اللي بدي أوصله، تفضل على كل حال. طيب المسألة الثانية، الله يكرمك، في أخوة نبهوك عن موضوع إنه في شخص اسمه محمد صالح، فأنتوا الله يكرمكم بلكي يعني بتحاولوا تردوا عليه، لأنه هو عم يعمل مفسدة كتير كبيرة يا سيدنا، يعني عم بجيب شبهات كتير غريبة عجيبة، واللي عم يحكي فيه هو أحاديث صحيحة للأمانة، أنا اطلعت عليها، ف ما بعرف إذا بتشوفوا الموضوع الله يكرمكم، لأنه كتير يعني عم بإذن يحصل الله، مفسدة بإذن الله راح بالنسبة لي. نلاقي له حل، بإذن الموضوع محل بحث بإذن الله، قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فبإذن الله الموضوع محل بحث، تفضل أخي اللي فوق. جزاكم الله خير. وجزاك مثله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، يوم الجمعة والإمام يخطب، هل فعلا حرام من يصلي ركعتين والإمام يخطب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا ليس بحرام، لأنه ثبت عن النبي أنه كان يخطب، فجاء رجل فجلس، فقال النبي أصليت يا سليك؟ قال لا، قال النبي قم فصلي ركعتين والله أعلم. يوم الجمعة ولا في الأيام الكل؟ في حتى يوم الجمعة يوم شيخ؟ الجمعة والإمام على المنبر، إذا كان في مكان تصلي فصلي ركعتين تجوز بهما، أما إذا ما كان في مكان والمكان ضيق وجلست فلا إثم ولا تثريب عليك والله أعلم. أخ أبو أحمد تفضل. سؤال السلام آخر، عليكم. سؤال آخر شيخ. سل سؤال يا أخي لطفي، سل السؤال الثاني. صلاة سنة الفجر يا شيخ عندما تفوتني، متى إمتى نصليها؟ بإمكانك تقضيها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما قضى سنة فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر في وقت الكراهة، وكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته حزبه من الليل كان يصلي في النهار 12 ركعة، قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فنعم يجوز إذا فاتتك السنة أن تقضيها والله أعلم. تفضل يا بالنسبة بالنسبة لصلاة الجنازة يا شيخ، من فضلك بارك الله فيك، هل يجوز قراءة سورة الفاتحة على الميت في صلاة الجنازة؟ نعم تقرأ في الصلاة الفاتحة والله أعلم. بارك الله فيك. وعليك المثل. السلام تفضل يا عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أخوي خطب وبعد كتب الكتاب بكم من يوم خطيبته بطلت بدها إياه، فهلا هي تطلب الطلاق، هلا هو مجبور يعطيها نصف المهر؟ لا ما يطلع له شيء ابدا، ترجع له كل شيء، بعد كتب حتى الكتاب. الهدايا ترجع له اياها. يا جماعة ملابس الرجل إذا كانت طويلة تحت الكعبين، إذا كانت الخيلاء كبيرة من الكبائر، لأن النبي في البخاري قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وفي صحيح مسلم قال النبي 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم منهم المسبل إزارة. طبعا إذا كانت للخيلاء وشوفت الحال، لأن النبي في البخاري قال من جر ثوبه خيلاء فلا ينظر الله إليه يوم القيامة، أما إذا ما كانت للخيلاء فليس بكبيرة، والدليل على ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يجر ثوبه، فلما ما سئل عن ذلك قال إني رجل أحمش، يعني ساقي ضعيفتين، وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبو بكر قال يا رسول الله إن ثوبي أحد شقيه يسترخي، يعني يجر إلا أن أتعهده، قال النبي لأبي بكر إنك لست تصنع ذلك خيلاء. ملخص القول إذا كان لشوفة الحال والتكبر فهو كبيرة من الكبائر، إذا ما كان ذلك فليس بكبيرة والله أعلم. كان واحد طالع عم يسب محمد بث مباشر، شو برد عليه؟ والله يا أخي نصيحة لوجه الله، احضر هذا البث وامشي، لأن الله قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فنصيحة ولا تحزن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. واللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الصحابي لا تلتفت، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرة لأصبح مثقال الصخر بديناري، فلا تلتفت إلى هؤلاء الكلاب والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، فاطمة بنته، قال النبي: يا فاطمة اعملي، والله لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله أعمل، والله لا أغني عنك من الله شيئا. من أبطأ عمله لم يسرع به نسبه، النسب ما راح يسرع فيك، النسب ما راح يدخلك للجنة، يعني مالك ما راح يدخلك للجنة. كل شيء إذا ما فيه عمل ما راح تستفيد شيء، لأنه الله قال: ويبشر المؤمنين في سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فما راح تأخذ هذا الأجر الحسن إلا لما أنت تعمل أعمال صالحة، ولا تقول والله أنا أصابتك مضرة أو فتنة تترك الدين وتمشي، هذا مو حكي. الله يبارك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوجد امرأة تبكي على وليدها عند القبر، فقال لها النبي: اصبري، قالت: إليك عني. فلما سكنت وهدأت روحها قال لها الصحابي قالوا لهذه المرأة: إنه سيد الخلق محمد. فذهبت إليه قالت: يا رسول الله لم أكن أعلم. قال النبي: إنما الصبر عند المصيبة الأولى. ما في إنسان إلا تجي مصايب أو تجي أذى أو يجي، يعني الدنيا تأكل من الكل، تأكل من الفقير، تأكل من الغني، تأكل من الدنيا تأكل من الكل. لا تفكر حدا مبسوط على الآخر، لأنه السعادة ما راح تكون كاملة إلا في الجنة. هون السعادة ناقصة نسبية، يعني مرات أحيانا تسعد، مرات أحيانا تحزن. فالدنيا لا تعتمد عليها كتير، لا تعتمد على الدنيا، لأنه دقق معي الله يبارك فيك. إذا ما كنت يعني ما راح تأخذ الأجر إذا ما صبرت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي قال: ما أصاب المؤمن من وصب، الوصب هو الشيء الدائم، ولهم عذاب واصبة، ولهم عذاب واصبة يعني مستمر. وأيضا قال النبي: ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب، يعني تعب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطايا. فإذا أجتك مصيبة، أجتك مشكلة، أي شيء جاك، نقص بالمال، نقص في الأولاد، نقص كذا، أصبر وكان أجر بإذن الله. الدنيا زائلة، سواء صبرت ولا ما صبرت راح تجي عليك المصيبة، أنت أصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. واللي عم يتكلم ويحكي حكي فاضي يقول والله الله ترك الدنيا كلها واستلمني، هذا حكي فاضي بارك الله بك. بدك تراجع عقيدتك، بدك تراجع دينك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ما ابتلاك، قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. جماعة، بعض النساء بهالزمن الملابس الداخلية عندها صارت خارجية، العلاقة الشرعية تحولت لمحرمة، تحولت من صالحة لمتبرجة، عم تهرب من العفة والستر وتتفاخر بالإثم والمعصية، بالبيت روحتها بقدونس وكزبرة، وبالشارع مغندرة ومعطرة، الأغاني شغالة والصلاة ضايعة، قاطعة للرحم، لا تسأل لا عن خالي ولا عن عمي، تسافر لحالة، تطلع وتفوت وما تسأل عن الزوج والطاعة، تنشر صورها وتزيد سيئاتها، هاملة لأولادها ومهتمة بالدخان وبالأرجيلة، ما بتشكر على نعمة ولا تصبر على بلية. والله يا جماعة، المرأة تكون ملكة بس مو بهدول، بعكس هدول. هذا والله أعلم. زوجي طلقني وأنا حائض، الطلاق واقع. زوجي طلقني وأنا حامل، الطلاق واقع. زوجي طلقني على الواتساب، الطلاق واقع. زوجي طلقني هو غاضب، الطلاق واقع. إذا وعى ما قال زوجي طلقني بس بالمزح، الطلاق واقع ولا يسأل عن نيته. زوجي طلقني بس ما في شهود، الطلاق واقع. زوجي طلقني وأنا مرضعة، الطلاق واقع. زوجي طلقني وأنا نفساء، الطلاق واقع. زوجي طلقني 3 تطليقات بنفس الجلسة، الطلاق واقع. ويعتبر عند ابن عباس تطليقة واحدة، أما عند عمر والجمهور يعتبر 3 طلقات. زوجي وكل أخوه أنه ليطلقني، الطلاق واقع. القاضي خلعني لأنه زوجي ما يطلقني، الطلاق واقع. زوجي طلقني بس كنت ببيت أهلي، الطلاق واقع. زوجي طلقني بس عنا أولادي يا شيخ، الطلاق واقع. زوجي طلقني لأنه أنا عصبته وقلت له يطلقني، الطلاق واقع. زوجي طلقني بس أنا ما سمعته، الطلاق واقع. زوجي بس وقع بالمحكمة على ورق طلاقي، الطلاق واقع، لأنه التوقيع يقوم مقام اللفظ. زوجي ضربني وقال علي الطلاق، ما ضربته بالكذب، الطلاق واقع. هذا والله أعلم.
هل القطط لها سبعة أرواح؟ ما لا غير روح واحدة يا أخي، كله خرافات. هل يجوز تربية القطط في البيت؟ نعم يجوز، لقول النبي إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هل لمس القطة ينقض الوضوء؟ لا. هل يجوز الصلاة بثوب عليه بول القطة؟ لا يا أخي، اغسله، المسألة لا تخلو من خلاف. هل القطة السوداء جن؟ لا. ماذا تعني رؤية القطة في المنام؟ إذا كان القط هادئ فإشارة إلى فرح وسعادة، أما إذا كان متوحش فإشارة إلى تعاسة وحزن ونكد. سائق دعس قطة خطأ، ماذا علي؟ ما علي شيء، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هل إطعام القطط في الطريق صدقة؟ نعم، لقول النبي لك بكل ذات كبد رطبة أجر. هل يجوز طرد القطة من المسجد؟ نعم يجوز، حتى لا تلوث المسجد. هل يجوز بيع القطط؟ ورد حديث أن النبي نهى عن بيع القطط، الذين قالوا أن الحديث معلول جوزوا البيع، أما الذين يرون أن الحديث هو صحيح يمنعون، بس والله الحديث معلول. هل يجوز ضرب القطة لإبعادي عن الصيصان؟ إذا دعت لذلك ضرورة يجوز. ما هو حكم أكل لحوم القطط؟ حرام ولا يجوز، لأن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع. بعدين في بهالأيام حدا يأكل قطط. كيف أتخلص من قط لا يذهب من بيتي؟ بأي طريقة؟ أو حط له منوم بالطعام بس ينام، احمله وخذه لمكان بعيد. هل يجوز إخصاء قطط البيت حتى لا تنجب؟ في قولين العلماء، أختار القول القائل بالجواز إذا دعت لذلك ضرورة. هل مرور القطة من أمام المصلي يقطعها؟ لا. هل ريق القطة وعرقها طاهر؟ إيه والله طاهر. هل نامت قطة على عباءة النبي ولم يوقظها؟ لا يثبت عن النبي هذا، هذا والله أعلم. سلام يا جماعة. في سبع مهن حرام أنه أنت تشتغلون. أول وحدة توصيل الطلبات لحم الخنزير أو الخمر، لأنه حرام. قال النبي لعن الله الخمر، إلى أن قال وحاملها، تدخل في حكم الكبيرة. والبقال يلي بيع الدخان والأراجيل حرام، لأنه النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مو أنت تساعدهم بإيدك. والموظف يلي ياخذ رشوة حرام، لأنه النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي. والتاجر يلي يشتري أغراض ويعرف أنه هي مسروقة ومتأكد من هالشي ومع هيك يشتريها لأنه هي رخيصة. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمطرب يلي يغني على الموسيقى والاختلاط، فهي مفسدة والله لا يحب الفساد. والرجل يلي يشتغل كوافير نسائي حرام وما بيجوز. النبي قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والراقي يلي مد إيده على النساء بحجة الرقية ويشتغل بالشعوذة وبالخرافات، النبي في صحيح مسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا والله أعلم. يا جماعة، قراءة القرآن على الميت والله ما ثبت عن النبي. النبي ذهب إلى قبر خديجة ما قرأ القرآن. النبي ذهب إلى مقبرة البقيع دعا ودعا ودعا وما قرأ القرآن. عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا ذهبت إلى المقبرة؟ قال قولي السلام عليكم قوم دار مسلمين ومؤمنين الحديث، وما قال لك رأي القرآن. والنبي كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال للصحابة استغفروا لأخيكم وسلوا له الثبات فإنه الآن يسأل، ما قال اقرأوا القرآن. وثبت عن عبد الله بن عمر ذهب إلى قبر الثلاثة فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، والله ما قرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بنات ولد صالح يدعو له، ما قال يقرأ عليه القرآن. فيا جماعة، إذا عندك أبوك أو أمك ميتين فبإمكانك أن أنت تدعي لهم وتستغفر لهم وتتصدق عنهم، و أيضا إذا كان عليهم نذر أو إذا كان عليهم دين تقضي الدين وتصوم عنه، لأن النبي في البخاري قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبإمكانك أيضا تحج وتعتمر، لأن النبي قال حج عن أبيك أو اعتمر. فأفعل الأشياء الواردة واترك الأشياء اللي ما أمرنا فيها النبي. قال الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، والله أعلم. هل يجوز للحائض وهي في الحيض إزالة الشعر؟ نعم يجوز، والنبي قال المؤمن طاهر لا ينجس. هل يجوز صبغ الشعر للرجال والنساء؟ نعم يجوز، والخلاف في اللون الأسود للرجال. قال النبي غيروا هذا الشيب جنبوه السواد، لفظ جنبوه السواد ضعيفة. وقد كان سعد بن أبي وقاص والحسن والحسين وعقبة بن عامر يصبغون بالسواد. هل يجوز إزالة الشعر الذي يكون بين الحاجبين؟ لا، لأن الشعر الذي بين الحاجبين تبع للحاجبين. هل يجوز
الاغتسال من الجنابة دون غسل الشعر؟ لا يجوز، والغسل يكون باطلا. هل يجوز إزالة الشعر بالخيط شعر الخدود؟ من العلماء من جوز الشعر الذي يكون تحت العين ولا يكون من أصل اللحية. هل يجوز للرجل إزالة شعر الصدر والرجلين؟ ما فيها نهي، هو الشعر مسكوت عنه، أما إذا كان من باب التشبه بالنساء فلا يجوز. ما هو القزع المنهي عنه في الشعر؟ في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: أن يحلق رأس الصبي من هاهنا وهاهنا ويترك بعضه. هل يجوز للخاطب أن يرى شعر المخطوبة؟ الجمهور لا يجوزون والحنابلة يجوزون. هل قص الشعر بعد الوضوء مباشرة يبطل الوضوء؟ لا. هل يجوز للزوجة إزالة حواجبها بأمر من زوجها؟ لا تدخل في حكم اللعن، والنبي قال: إنما الطاعة بالمعروف. هل يجوز للرجل أو المرأة زراعة الشعر؟ يجوز من باب التداوي. هل يجب على المرأة فك ضفائر شعرها في اغتسال الجنابة؟ لا، لكن بالحيض يجب. هل يجوز لمرأة شعرها قصير تطويله بشعر مستعال يعني وصلات؟ لا تدخل بحكم الواصلة، والنبي قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل يجوز للمرأة رفع شعرها كالكعكة في الصلاة؟ نعم يجوز ما في مانع. هل يجوز إزالة الشعر عن طريق الليزر إذا ما كان في تكشف بالعورات وما في ضرر فيجوز؟ هل يجوز للرجل أن يربط شعره في الصلاة؟ لا في نهي. هل يجوز تطويل الشعر للرجال إذا ما كان من باب التشبه بالنساء؟ فالأمر فيه سعة. هذا والله أعلم. سلام. يا جماعة، من المحرمات المجهولة الفرح بالمعصية، لما يتباهى ويفتخر بالمعصية، والنبي في البخاري قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الأعراس المختلطة يلي فيها موسيقى والشاب يمسك إيد البنت ويدبك معه كله حرام. تقطيع بالصلاة أو يأخرها لغير وقتها، الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني غافلون. لما يفسر الحلم يشوف حلم ويخبر الناس، والنبي قال: الحلم من الشيطان، والنبي قال: لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان في منامه. الرياء لما تعمل شيء مشان الناس تشوفك وما يكون عملك خالص لوجه الله، الرياء يا أخي يحبط العمل. المال الحرام لما يجمع المال من حرام أو من شبهة ما بهمه، المهم يجمع. والنبي قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. اللعن لما يكون على لسانه السب والشتم واللعن، والنبي قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. التميمة لما يعلق خرزة أو حجاب تميمة ويفكر أنه راح تحميه وتنفع، والنبي قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحلف بغير الله لما يحلف بالكعبة أو بالنبي أو براس أمي أو أولادي، والنبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله. لما يشتري الذهب بالدين أو بالتقسيط حرام، والنبي قال عن الذهب: يدا بيد مثلا بمثل. ولما يدعي على أولاده، النبي قال: لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعي يا أخي. والجمع والجماعات لما يتراخى عن صلاة الجماعة أو يرتكب كبيرة وما يروح على صلاة الجمعة. والصداقة مع البنات، يحكي مع بنت ويدردش معها على الواتس أو على الفيس بحجة الصداقة، كله حرام بحرام. والكذب، والنبي قال في صحيح مسلم: وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولما يحب يفضح أخوه المسلم وما يستره، والنبي قال في صحيح مسلم: من ستر مسلما ستره الله. هذا والله أعلم. سلام. يا جماعة، علي هو ولي الله، علي في الجنة، علي زوجته حماته هن سيدات نساء أهل الجنة، علي هو أبو سيدة شباب أهل الجنة، علي هو صهر النبي، علي هو ابن عم النبي، علي اللي الله والرسول يحبوه، هذا في البخاري. علي اللي في صحيح مسلم النبي عهد إليه أنه لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. علي اللي النبي قال عنه: أنت مني وأنا منك. علي اللي النبي قال عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. علي للنبي قال عنه: من سب عليا فقد سبني. علي للنبي قال عنه: من آذى عليا فقد آذاني. علي للنبي قال عنه في البخاري ومسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وإذا في أسد على الأرض هو علي يلي قال عن نفسه: أنا الذي سمتني أمي حيدرها. إذا في قاضي على الأرض هو علي. عمر قال عنه: أقضانا علي. علي هو من آل البيت. في صحيح مسلم النبي ذكرنا بآل البيت، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. علي هو من آل البيت يلي الله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. في كل صلاة نصلي على محمد وآل محمد، فاللهم صل على محمد وآل محمد.
يا جماعة، كان عمر النبي لما توفت أمه تقريبا 6 سنين، ولما مات جد عبد المطلب تقريبا 8 سنين، ولما تزوج خديجة تقريبا 25 سنة، ولما نزل عليه الوحي تقريبا 40 سنة، ولما هاجر إلى المدينة كان عمره تقريبا 53 سنة، ولما توفى عمه أبو طالب تقريبا 50 سنة، ولما تزوج عائشة تقريبا 54 سنة، ولما فرض عليه الصيام تقريبا 54 سنة، ولما غزوة بدر تقريبا 55 سنة، وغزوة أحد تقريبا 56 سنة، وعمر النبي عاش تقريبا 63 سنة. هذا والله أعلم. سلام عليكم.